لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. تغطية إعلامية مهمة تحظى بها النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بكونيا تركيا، دورة عرفت حضور منابر إعلامية مغربية مختلفة من أجل متابعة إنجازات المشاركين المغاربة. لمسنا بأن تنظيم جيد. لماذا هو جيد؟ لأنه الأمور تمضي بسلاسة كبيرة جدا، وأي صحفي لا يطلب إلا هذا الأمر. هذا مثلا في مباشرة بعد نزولنا من المطار لقينا السيارة كتسنى، من بعد مشينا خدينا مثلا لي باج ديالنا خدينا، فالأمور كتدور بسرعة، وهذا الأمر هذا مهم جدا. أكيد أنها محطة جديدة في المسيرة ديالنا الإعلامية، تغطية هذا الحدث دورة التضامن الإسلامي التي تحتضنها تركيا، قونيا التركية. تنعرفوا أن تركيا قبل العالم من حيث السياحة وحتى الرياضة. المؤشرات الأولى تتبين أن التنظيم في المستوى الرفيع، كيفاش كان الاستقبال، الحصول على الاعتمادات الإعلاميين، كان الأمور كلها جاهزة. تنعتقد أن هذه البوادر الأولى غتسهل مأموريتنا كإعلاميين. أجهزة إعلامية من مختلف دول العالم كانت حاضرة أيضا بقوة في هذا الحدث لتغطية الأصناف الرياضية المشاركة، والتي عبرت عن مساندتها للرياضيين المغاربة. شايفة أن الأجواء رائعة جدا، والآن اكتملت الوفود تقريبا. نتمنى أن المنافسات تكون جيدة، خاصة في ألعاب جاية من بطولة عالم زي ألعاب القوة. بتوقع أن النتائج تكون متفوقة شديد. من 9 إلى 18 شهر غشت الحالي تحتضن مدينة كونيا العريقة منافسات ألعاب التضامن الإسلامي بحضور إعلامي مميز يليق بسمعة الحدث. Thank you.